نشكر سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على المبادرة عن عفو تشاورية أمطير، ونقول جزاه الله خير على هذه المبادرة لنا كمواطنين أولا وأبناء هذا الوطن. ونشكر النواب أعضاء مجلس الأمة من قاموا في الدفاع أو المطالبة في عفو المواطنين الكويتيين في هذه القضية التي لا تمت بصلة للجرم المشهود، رغم أنها تشاورية، أخوة يتشاورون بين بعضهم، اسمها تشاورية. ونشكر النواب من نواب اللي قاموا في شهر 9 مثل الأخوة ماجد مساعد والأخ فلاح ضاحي الهاجري والأخ مبارك الطشة والأخ مرزوق الحبيني، ونشكر الأخوة نواب محمد هايف وفايز الجمهور ومحمد عوض رقيب وماجد مساعد على مبادرتهم في العفو عن أبناء تشاورية أمطير. بالنسبة لتجربتنا داخل السجن، نشكر مدير العام الأخ ناصر جعيثن العازمي والأخ عبد العزيز الجعيب على قيامهم بواجبهم اتجاه المساجين في عملهم الإنساني أول وأخير، وكانت بالنسبة لمبادرتهم معنا كانوا يرعون هذا الجانب، لأن بما فينا المريض وفينا كبير السن، ونقول جزاهم الله خير.